ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن قداس شكرا لخدمة كاهن الرعية الأب بطرس حجازي، والترحيب كذلك بالكاهن الجديد الأب سامر مدانات. وخلال القداس الذي أقيم في كنيسة القديس بولس الرسول في منطقة جبيهة بحضور عدد من الأباء الكهنة ومجموعة الراهبات والدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين، وبمشاركة كشافة الكنيسة والجوقة والأخوية المريمية، أشار المطران الشوملي في عظته إلى أهمية هذه المناسبة وقال: للكاهن دور مهم في حياة الرعية. نحن نودع اليوم الأب بطرس الذي تعب كثيراً وأحبته الرعية بسبب اهتمامه الروحي بها، وكان له تعب كبير في إكمال بناء هذه الكنيسة، وهو يستحق كل احترامنا ومحبتنا. احنا بنعرف عن المزبطة اللي وقعتوها وطلبتوا ابقائه، احتفظنا فيها وقرناها كل احترام. لكن احتجنا ابونا بطرس في السمينير، يعني من تحت ايده راح يتخرج كهنة المستقبل، وهذه مهمة ليست بالقليلة. مشان هيك احنا اخذناه من مكان مهم لمكان مهم ايضا لكي ينشئ كهنة المستقبل بكلامه ومثاله الصالح. ونستقبل أيضا الأب سامر مدنات، ربما البعض يعرفه والبعض لا يعرفه. أبونا سامر يأتي إليكم وهو مليء بالحماس. أبونا سامر درس روحانيات، تخصص في الروحانيات، وهو مستعد لأن يواصل الرسالة التي بدأها الكهنة الذين خدموا بإخلاص وحب في هذه الرعية المباركة، وهو يواصل رسالة الأب بطرس هنا. والآن وتعبيراً عن انتقال المسؤولية والسلطة من كاهن لآخر، سيقوم الأب بطرس بتسليم العهدة اللي كانت بإيده، مفتاح بيت القربان والإنجيل المقدس، وبدوري أسلم العهدة والأمانة باسم الكنيسة إلى خلفه الأب سامر، وخير خلف لخير سلف.